مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تعرف أسواق الماشية إقبالا كبيرا للمواطنين وتشهد نشاطا تجاريا مكثفا خاصة تلك المعروفة منها وطنيا وهو ما وقفنا عليه بسوق عين الملح أقصى جنوب ولاية المسيلة. السوق الأسبوعي هذا تاع عين الملح ننظرها من الأسواق الكبار يعني وكل عام راه تزيد النسبة تاع الناس اللي راه تجي لهنايا سوق كبير الناس كامل راهي تعرف السوق هذا يعني من الشرق من الغرب كامل راهم يجوا للسوق هذا تاع عين الملح يعني معروف على المستوى الوطني. سوق عين الملح أصبح في السنوات الأخيرة قطبا ومقصدا للموالين من العديد من الولايات نظرا لموقعه الاستراتيجي وخصائص المنطقة ومساحته الواسعة بعد تغيير مكانه قبل سنوات. سوق عين الملح للماشية يعد من أكبر الأسواق خاصة على المستوى الوسط والشرق، تفيد إليه ولايات كثيرة وتسوق من ولايات كثيرة في الشرق الجزائري بسكرة وتسوف برج وعريج حتى إلى تبسة أم الباقي. سوق على مساحة 7000 متر مربع به خدمات لا بأس بها. ولاية المسيلة المعروف عنها أنها ولاية رعوية أصبحت تمتاز بانتشار واسع لأسواق الماشية وتضاعف عدد مربيها في السنوات الأخيرة وتحولت إلى ملجأ للباحثين عن كبش العيد.